تمام متربي معنا هذا ما يعملش في حد شيء يتكيف الزطل. وفهم معنا زاد ظهر سوبي سوبي تكس القاتل فهمتني. الزطله ما نحبش نحكي عليها لانها ولد حاجه عاديه جدا في قفص كيف بوق مثل في قفص هذيك حاجه عاديه فهمتني. عندنا ليريكا ليريكا هذه دوان تنفص في قفص ما يتعاملوش بالقانون يمشي باللوجيك كيف زطله خليه يتكيف ديجا الحاكم يتكيف الزطله في قفصه غادي فهمتني. حاكم يتكيف نعرف انا بوليسيه يشرف الزطله نجم نحكي لك مسالس نسمي لي الانواع والاسواق الانواع والاسواق المدريكول باهي هذا المدريكول دواء تاع عينين صح فهمتني يستعملوه في العين في القطره تاع العين باهي. المدريكول هذا يزرقوا فيه السومه تاعو ب 20 دينار 25 باهي. عندنا السوبيا كعبه السوبيا 100 دينار يقسموها كما كا رانا نحكي لك مش معناها نفهم انا راني نسالك ولا نحكي لك خاطر انا عايش في شوف في قدامك معناها السوبيا السوبي تاكس يزو كعبه 100 دينار يقصوها مثال كما كا يبيعوا طرف 7000 فرنك تبيع 160 فيها ربح 160 فيها 60 دينار ربح مثال ولا 50 دينار عندنا ياكلوها ولا شنو؟ لا هذه زرقوها يحطوها في الماء في الزرقة ويزرقوها.